السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني حصة في الجراماتيك بالنسبة لمجموعة الضمائر الشخصية. زي ما تعرفنا على مجموعة الضمائر الشخصية في حالة المفرد، النهاردة هتعرف على ضمائر الشخصية في حالة الجمع. قلنا هنا في حالة المفرد عندي 5 ضمائر من ضمائر الجمع المفرد: الإيش، الدو، الإير، الإز، زي. النهاردة هاخد ضمائر دي بيرسونال برونومين اما بلورال في حالة الجمع. اول ما هبدأ بضمير فير، فير. الضمير الثاني اير، اير. الضمير الثالث زي. نمبر 1 دي بيرسونال برونومين اما بلورال فيا، اير، زي. اول ضمير فيا بمعنى نحن، بيكون الفاعل عبارة عن ايه يا شباب؟ قال لي الفاعل بيكون عبارة عن اسم und ich. الفاعل بيكون عبارة عن اسم und ich. اي حاجة und ich يبقى الضمير في الجملة التانية ايه؟ wir. لو قال لي هنا مس دو und ich، هعوض بانهي ضمير؟ قال لي طبعا wir. لسه قايلة اي حاجة الفاعل بيكون جمع und ich يبقى الضمير بتاعي ايه؟ فير. رامي اوند ايش، منى اوند ايش، دير شولر اوند ايش، يبقى الضمير المستخدم هنا ايه؟ فير. تاني ضمير من ضمائر الشخصية في حالة الجمع الضمير اير. انتم، انتم عبارة عن الفاعل اسم اوند دو، اسم اوند دو. اي اسم اوند دو يبقى الضمير بتاعي هنا ايه؟ اير. ماشي، ممتازين، سهلة الدنيا، سهلة الدنيا. لما اقول هنا زي ما قلت في حالة المفرد، زي ما قلت في حالة المفرد اوكي، ان الدو بتحول في حالة الدو في السؤال بتحول لايش في الاجابة. عندي اير لما تكون في حالة السؤال بتحول في حالة الاجابة الى ايه؟ فير. ماشي، لما اقول ازاي؟ لما اقول هنا فوهير كومت، قال لي فير كومن اوس ديرش فويس اوس ديرش فويس، سوري. عندي سؤال وإجابة، عندي هنا الإجابة فير، في الإجابة يتحول على طول دايركت إلى الضمير إيه؟ إير. إير في حالة السؤال يتحول لفير، فير في حالة الإجابة تتحول لإيه؟ لإير. أوكي، إديني مثال تاني يا مس. لما أقول هنا فو، فونت أحمد أوند، قال لي هنا فير wohnen in Cairo. عندي هنا ايه؟ عندي الاجابة فير. طالما هنا المس قالت الاجابة فير، يبقى سؤالنا بايه؟ يبقى بسؤالنا بالاير. طيب هنا مس انفع احط الاير؟ قالك ستوب، اقف شوية، عندي احمد وعندي اوند، ايه اللي فاضل؟ المس قالت لما يكون الاسم اوند دو يبقى يدينا ايه؟ اير. يبقى انا هنا عايزه احط ايه؟ الطرف ده يساوي اير، اسم اوند دو. يبقى امتى بحط اير كامله وامتى بحط دو؟ ندخل على الضمير الثالث زي الجمع. زي في حاله الجمع امتى بعوض عليها؟ قال لي بتعوضي عليها بحالتين: لما يكون اسم اداته دي بس تصريف الفعل اخره ان، يبقى زي الجمع. لما يكون الفاعل عبارة عن اسم اوند اسم، يبقى زي الجمع. جملة بتقول هنا رامي اوند احمد زيند فريند دي، زيند كي جبتها.
فين الفعل بتاعي يا شباب؟ الفعل لما اجي احدده هيقول هنا رامي اوند ايه؟ احمد. اسم اوند اسم، سارة اوند سلمى، احمد اوند سارة. اسم اوند اسم بيديني ايه؟ زي. برضه هيبقى حرف جروس علشان بداية جملة جديدة. خلاص، لما اقول هنا فو زيند دي كيندر، زيند إما جارتن. فين الفاعل بتاعي؟ الفاعل هنا دي كيندر، اسم جمع أطفال. عرفت منين اسم أداته دي؟ تصريف الفعل زيند تصريفه مع الجمع، يبقى هنا ايه؟ زي الجمع. برضه حطوا اس جروس. ليه انت كل شوية تقولي لنا اس جروس اس جروس اس جروس؟ علشان عندي ثلاثة زي. زي هي المؤنث، وزي هي الجمع، ورابع حاجة بناخدها زي حضرتك وسيادتك. ايه شروطك يا زي؟ قالت لي ثلاث شروط: اسم ملقب بهير اودر فراو، نمر زفاي الكومة، نمر دراي تصريف الفعل اخره اي ان او زنت. وكده احط الاس كابيتال يا مس في اول الجملة، في نص الجملة، في اخر الجملة. ايوة هي كده حققت الثلاث شروط. اختار زي كبيرة لاس بتاعتي جروس. اديني مثال: هير علي فو فونن. قال لي هنا إيشا فوني إن كايرو. أشوف كده الشروط اتحققت. طيب إمتى بشوف الشروط؟ لما ألاقي الاسم الملقب. أول ما ألاقي الاسم الملقب أجري. لما يكون اسم ملقب نمر أينت كوما نمر زباي تصريف الفعل نمر دراي، مديني الاختيارات اس كلاين واس جروس. اختار طبعا الاس جروس زي. طب لو قال يا مس هير علي ايست ماين فريند كونت اوس ايجيبتن، فين الفعل بتاعي؟ انت لسه قايله لنا يا مس لما يكون في اسم ملقب اجري واشوف الشروط اتحققت ولا ما اتحققتش. هير علي نمر اينس، فين الكومة؟ مفيش. فين تصريف الفعل اللي اخره اي ان او تصريف فيرب زين معايا زند؟ مفيش. طيب اتحقق شرط واحد، هنعمل ايه؟ قال لي هنا هتشوف ان كان اسم مذكر زي هير يبقى ضميره اير، لو كان اسم بنت زي فراو سارة فراو سلمى يبقى الضمير بتاعي ايه؟ زي. وكده انتهت مجموعة الضمائر الشخصية اللي احنا قلنا عليها. قلنا فير ضمائر الجمع، اسم اوند ايش اير، اسم اوند دو، زي جمع اسم اوند اسم، اي اسم اداته دي وتصريف الفعل اخره اي ان. زي حضرتك وسيادتك اتس جروس، اسم ملقب وكما نهاية الفعل ان او تصريف فيرب زين زين معاه زند، يبقى كده حقق الثلاث شروط. يبقى اختار زي حضرتك وسيادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.